أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قنوات أون تايم سبورتس كل مكان، حلقة جديدة من برنامجكم أخبار أون تايم. إن شاء الله حلقة تنال إعجابكم بكل كواليسها، بنروح معاكم كل الأخبار المحلية والأندية المصرية، أهلي زمالك الأندية الشعبية كلها، وكل أخبار أندية الدوري معانا، وكمان ما بننساش نجيب أخبار أندية القسم الثاني، وأكيد في الألعاب الأخرى والألعاب الفردية اللي ما بننساهاش معانا في برنامجنا، هي الأخرى لها نصيب معانا. زي ما عارفين شعار برنامجنا دايما بنرفعه ونقول دايما كل شعوب العالم بتختلف في عاداتها في تقاليدها في لغتها، لكن حاجة واحدة بالتأكيد هي اللي بتجمعنا كلنا، هي الرياضة، عشان نتابعها بالتأكيد معانا في برنامجنا هنا بنحاول نقول لكم كل ما هو جديد. لكن في البداية خلينا نستعرض سويا زي ما متعودين مع حضراتكم أهم وأبرز عنوان حلقتنا النهاردة. البداية مع النادي الأهلي اللي بيبدأ استعداداته لمواجهة القطن الكاميروني، وكولر بيحذر اللاعبين من قلة التركيز. في القلعة البيضاء الزمالك بيختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز وجاهزية فتوح والزناري. الليلة موعد مع كلاسيكو ناري، كلاسيكو الأرض ما بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. والأهلي بيواجه النصر البحريني في نهائي بطولة العربية للكرة الطائرة.